الحاج بمنى شيخ صالح بماذا يشتغل وبماذا يمضي وقته؟ كما قال الله جل وعلا: اذكروا الله في أيام معدودات، فيمضي وقته في منى بذكر الله بما شرع الله جل وعلا من الصلوات الخمس في منى قصرا بلا جامع، ومن ذبح الهدي ورمي الجمار، كل هذا لذكر الله عز وجل، المبيت بها بمنى ليالي أيام التشريق، هذا كله من ذكر الله عز وجل. نعم.